جواهر السويس ومعلومة في دقيقة. السمكة اللي قدامنا دي يا جماعة مميزة بالخط الأصفر اللي بيلمع والنقط والدوائر السودة دي، اسمها أبو لمونة. بتتعمل ليها يا أستاذ وليد؟ كل حاجة بتتقلي، بتتعمل صينية. تتقلي صينية يعني دي ما بتتعملش، تتنضف بس بالقشرة البسيطة اللي عليها. اه. وتتعمل جزل؟ تعمل جزل. آلية جميلة؟ آلية جميلة وشوربة جميلة. آه. صينية حلوة. اللي عندنا من البحر الأحمر دي. اه بحر الأحمر. تمام. بصوا يا جماعة. دي سمكة أبو لمونة، ها؟ هتميزها يا جماعة بالنقط الدوائر السوداء والخط الأصفر اللي بيلمع أسفل الدين والزعنفة الظهرية بتاعتها. بصوا يا جماعة مختلفة شوية. تطلع لها كم كيلو ده يا محمد باشا؟ دي تطلع لها 5 كيلو. 5 كيلو. ودي يا جماعة معلومة في دقيقة. جواهر السويس ومعلومة في دقيقة. السمكة اللي قدامنا دي يا جماعة قشر ده غير الجرم الكبير. اه اه يعني هي دي جرم بياض يا جماعة. لا جرم بياض بتاع الماء المالح. غير قشر بياض. أنا عارف إن قشر النيل اللي هو أبو بوز طويل ده. أيوه. ده جرم بياض يا جماعة. ده بيتعمل في ليه؟ بيتعمل بقى يا استاذ وليد بالسلخ الاول في ليه وبعد كده يتقطع جزل زي البانيه بالظبط، يعني البانيه وممكن جزل الاليه. اه تمام تمام. اه وده في الطاجن والاليه جميله جميله. وبيتعمل بصينيه بطاطس بيتشوي على الفحم. جميل جميل ان شاء الله. ادي يا جماعه سمكه جرم بياض. ومعلومة في دقيقة.